مرحبا بجميع، تم إصدار فيديو جديد على قناة هاها نام، تحدي 1000 طبقة من الطعام، لذلك استمتعوا به. من سيكون أول من يفتح الطبق؟ بولي هيا. واو، علكته بابوبا. أو لا دين، لا تفعل ذلك. أوه، لقد سقطت العلكة. ربما يريد شخص آخر أن يفتح. كيت بسرعة افتحي غطائك. واو، لديك علكة أكثر من بولي. كيف ستأكلي هذا الجبل؟ سوف أفتح كل العبوات وأفكر في ذلك. حسناً حسناً، ماذا عن دين؟ هيا افتح. واو، لديك 1000 علكة. هل يمكنك مضغ هذا الجبل كله بنفسك؟ نعم، لقد خطرت لي فكرة. بمساعدة هذه المروحة سأتخلص من كل العبوات. انتهيت. أوه، يبدو أن بولي تريد أن تأكل الهبا بوبا، لكنني أعرف كيف أتخلص منها. ما رأيك يا الهواء منعش؟ بولي، أسرعي وأكلي علكتك. كيف ستقومي بذلك؟ أوه، قررت أن تضع كل شيء في فمها. حل ممتع. لا يمكنك نفخ فقاعة. أوه، لدي فكرة. لن أدعهم يسخرون مني، لأنني سأنفخ فقاعة ضخمة بهذه المضخة. هذا مذهل. بالوني الكبير، سأتركه معي وألعب به. من سيكون التالي؟ كيت؟ أوه، تريدين فرقعة بالون بولي؟ لكن لماذا؟ بولي، أتمنى ألا تكوني مستاءة للغاية. على ما يبدو كيت في مزاج للعب المقالب. بينما كنتم تنظرون إلى كرة بولي، بدأت بالفعل في أكل علكتي، والآن سأنفخ فقاعة ضخمة. انظروا كم هي كبيرة. ليس لوقت كبير، هذا انتقام بالوني. أوه كيت، هل أنت بخير؟ يبدو أنك بحاجة إلى استحمام. أوه حاجبيك، أنت مضحكة جدا بدونهم. لكن الأمر أفضل بكثير معهم، ألصقيهم مجددا. إذن من التالي؟ إنه أنا. أنا أعرف بالفعل ماذا سأفعل. أولا سوف أمضغ كل علكة على حدة. هو أنا متعب وفكي يؤلمني بالفعل، لكن انتظروا لحظة. انظروا الآن إلى فقاعتي. واو دين، فقاعتك كبيرة حقا. واو انفجرت. يا رفاق، هل أنتم بخير؟ أنت ملتصق بالطاولة. لنرى من الأول. بولي، لديك عبوة سكيزلز واحدة. ماذا لدى الآخرين؟ دين لديه مجموعة كاملة من السكيتلز. ماذا عن كيت؟ واو كيت، لديك برج من السكيتلز. بولي سيئة الحظ مجددا، لكن لديها الفرصة للاستمتاع بعبوة واحدة من السكيتلز. ماذا؟ حلوة واحدة فقط، كيف ذلك؟ حسنا سوف أكلها. سأخذ قضمة. أريد أن أمدد المرح والمتعة. دين هيا لنكمل. أتساءل كيف ستأكل؟ ربما تريد أن ترمي الحلوى أو تأكلها فقط؟ نعم، خطرت لي فكرة للتو. سأضع كل الحلوى على الطاولة. أوه يا أمي، هناك الكثير منهم، لكنني بالتأكيد سوف أكلهم جميعاً. الآن أنا بحاجة إلى توزيع كل الحلوى حسب اللون. والآن لدي هذه المجموعة الملونة. أنا لدي فكرة، سوف أخذ حبة واحدة منك. لديك الكثير، أعتقد أنك لن تمانع. نعم، سأخذ أكثر بقليل وأكثر. مهلاً، أين كل حلوياتي؟ بولي، هذه أنت بالتأكيد. إذن لدي دائماً مصيدة فئران صغيرة للاحتياط. سوف تمسك بأصابعك، أغطيها بالحلويات وأنتظر. مسكينة، تم القبض عليك. لا تأكلي حلوى دين في المرة القادمة. أنا لست فأر وأصبعي يؤلمني. أعرف كيف أعلمك درساً دين. لدي مدفع صغير ملقى هنا. حان الوقت. أوه، طارت الحلويات ولم يجربهم دين بعد. حسناً، بقيت واحدة، تناولها بسرعة. كيت، ربما سيكون لديك حظ أفضل. بسرعة أظهري لنا كيف ستأكلين هذا البرج. آه بالفعل يسيل لعابي، أنا بالتأكيد أعشق السكيتلز. أنا جاهزة لأكلهم على الإفطار والغداء والعشاء. هذه الكمية ستكفيني لوجبة خفيفة لوقت طويل. أريد المزيد والمزيد من هذه الحلوى.
آسفة يا شباب، لكنني لا أريد أن أشارككم. يا رفاق، هل تعتقدون أن هذا ممل؟ أرى أنكم تعبتم بالفعل من الانتظار. نعم، هذه الألعاب أكثر تشويقاً من مشاهدة كيت تأكل. كم هذا لذيذ؟ هاي، قفوا، ارفعوا يديكم. حسناً، دعوني أريكم شيئاً مثيراً للاهتمام. ما هذا؟ انظروا، أسكيتلز حلوى ملونة ولذيذة جداً. إذا قمت بنشرها حول محيط الطبق وصببت القليل من الصودا في المركز، سأحصل على تدرجات جميلة وبراقة. انظروا، ما رأيكم؟ هي حقاً سحرية. وإليكم سبب آخر لتحبوا السكيتلز أكثر. هذا حقاً رائع. نعم، ممتع للغاية. إذن من سيكون الأول؟ دين، هيا افتح. فشار، لكنه قليل جداً. آمل أن يكون لذيذ. كيت، ماذا عنك؟ حسناً، ليس كثير لكن أكثر من دين. واو، بولي، لديك دل ضخم من الفشار. حسناً، لنبدأ معي. لدي أقل شيء، لكنني أعرف كيف سأكله. انظروا إلى هذا الاتيكيت يا بنات. هذا لا نريده بعد الآن. لدي قطعة فشار واحدة وسأتناولها بدون أن تتسخ يدي. هذا طويل جدا دين، هل يمكنك تناول الطعام بشكل أسرع؟ نعم، أوشكت على الانتهاء. انتهيت الآن. أوه دين، هذا محرج. إذا من التالي؟ كيت، هيا، لديك 10 قطع من الفشار فقط. يجب القيام بذلك بسرعة. قرار مثير برمي كل شيء والتقاطه بفمك. أوه، أنت ماهرة جدا في الإمساك بهم. أعترفي، هل كنت تتدربي؟ أنا جيدة جدا، وتبقى آخر واحدة. أوه، أين هي؟ دين، أعدها لكيت. أوه، لقد أكلها. هذا ليس التصرف السادة. بولي، يمكنك أخيرا أن تأكلي. أوه نعم، كنت أنتظر هذا منذ فترة طويلة. أوه، كم هذا لذيذ. كل ما أحتاجه هو فيلم مضحك. ابتعدوا أيها اللصوص، هذا لي وحدي. لذيذ. أوه، فكرة. الآن سألتقط بعض الفشار في المكنسة الكهربائية. لا أعتقد أن بولي ستلاحظ. أوه، أين كل الفشار؟ والآن أعيد ضخ الفشار لأكله. لذيذ. يا رفاق، أكلتم كل شيء، هذا غير عادل. إذن من الأول؟ دين، هيا. بسكويتة واحدة مع حليب، لست محظوظ. تهانينا بولي، لديك 10 بسكويتات وكوب كبير من الحليب. ماذا لديك كيت؟ واو، 1000 قطعة من البسكويت وكوب كبير من الحليب. دين، لا تغضب، الآن سوف يسقط جبل كيت. هيا ابدأ بالأكل لنرى كيف ستأكلها. أوه، الطريقة الكلاسيكية، أرى أنها تعجبك. أوه، سقطت بسكويتتي في الحليب، كيف أخرجها؟ حسناً، سأشرب هذا الحليب هكذا. لذيذ. إذن من التالي؟ أنا، لدي 10 بسكويتات أوريو. سوف أكل حتى الشبع، أقسمها إلى نصفين وأكل الكريمة البيضاء. روعة. والآن أغمسها في الحليب. أوه، لقد أسقطت البسكويت في الحليب ولا يمكنك إخراجها. لست مضطرة لإخراجها، هذا رائع. يمكنني صنع حليب الشوكولاتة. سأضع كل البسكويتات بشكل سريع في هذه الخلاطة اليدوية وأملأها بالحليب وأهزها جيداً. ما رأيكم؟ هل أنا نادلة رائعة؟ الآن أنا بحاجة إلى صب كل شيء في هذا الكوب. نعم، أنا أفعل ذلك باحترافية. الآن أضع قشة ولا أنسى المظلة. بسكويتة أوريو للزينة وانتهيت، يمكنني أن أشرب. واو بولي، هذا رائع، كيف طعمه؟ أرى أنك أحببته حقاً. نعم، إنه شهي، سأكل هذه أيضاً. كيت، لم يتبقى سوى أنت من بين الثلاثة. هذا يبدو لذيذ. ابتعدوا، إنهم لي فقط. سأرى إذا كانت البسكويتات تناسب حجم الكوب. أوبس، يبدو أنني أخطأت في تقدير شيء ما وسقط كل شيء في الحليب. ستشربي من الزجاجة هكذا، ألا تعتقدي أنها كبيرة؟ واو يا رفاق، بماذا تفكرون؟
أوه، أصبحت كيت فتاة الحليب. هل أعجبك حمام الحليب يا كيت؟ وأنتم، إذا أعجبكم تحدينا، دعوا إعجاب واشتراك وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم.